بس في حاجة، أنا برضو كسبت الرهان، ده حق ربنا، حق ربنا يا جماعة، ربنا أنا كسبت الرهان، أنا قال قلت هنكسب 3-0. صح، حصل والحمد قبل لله. الماتش. أيوة بالظبط، قلت هنكسب 3-0 والحمد لله كسبنا. وأستاذة هاني طبعا كان عندها توقع تاني، صح يعني قلت 2-1، ده كان اللي في دماغي بصراحه. بس هو على الجول بتاع الشغل اهو الصوره اهي، هتدفعي الرهان. ها ايوه، قولي انا بقى قلت الرهان كده. ايه. بص كاتبه ايه، باذن الله 3 أو 4-0. يا جماعه بصوا، انا صح. بحافظ برضو على ايه، بحب احافظ على مصداقيتي، وبحب احافظ على الكنبه قوي، لان في طاقه طاقه تركيز. هند تمسك الاستاد تشعل الدنيا، انا امسك الكنبه اركز. فالحمد لله ان احنا كسبنا، والله الحمد فرحه لله. الواحد فرحان فرحه مش طبيعيه يعني. واللعيبه بجد رجاله، عارفين قيمه الفانيلا الحمراء، تعبوا وبذلوا مجهود كبير جدا عشان يحلوا كل المشاكل والصعوبات اللي واجهتهم الفتره اللي فاتت، وعشان كده لازم نحييهم.